عليكم كديري، لاباس عليكم. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معاكم بطاطا مقليه بلا زيت بلا حتى شي حاجه، صحيه 100% بطريقه رائعه في الفران. كتجي بحال مقليه. بقاو معايا حتى تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو كما ديما ما ننساوش الصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ونبداو على بركه الله. خذ البطاطا كما كتشوفوا معايا الكميه على حسب عدد الافراد. ضروري البطاطا كننقيها مزيان، كنغسلها مزيان وكنقطعها على هذا الشكل هذا. كنحاول نخليها كبيره شويه، يعني ماشي يعني رقيقه كما كتشوفوا معايا بحال اللي كندير في الفريت، لا كنكبرها شويه على ديال الفريت، يعني كتجي شويه اصابع كبار كما شفتوا معايا. غادي نقطع الكل ومن بعد نتلقى. شوفوا معايا من بعد ما قطعت البطاطا على هذا الشكل هذا، دابا غادي ناخذ واحد الكاسرون اللي درتها فوق النار، يعني سخونه، بدا الماء يعني كيسخن كما كتشوفوا. غادي نضيف ليه ديك البطاطا، غادي نردو فوق النار تقريبا غير يبدا يغلي، يعني غير داك الماء يبدا يغلي غادي نحيدو، يعني ما نخليوش البنات حتى كطيب البطاطا وكتبقى تحل ولا كتعجن. كما شفتوا معايا البطاطا باقا خضراء، يعني باقا قاصحه شاده راسها. حاجه وحده اللون اللي كيتغير ليها. من بعد ما صفيتها مزيان، دابا غادي نديرها في واحد الاناء وغادي نضيف ليها التوابل. التوابل عندي الزعتر، عندي شويه السودانيه اولا صوص حار اللي بغيتو، عندي شويه القزبر يعني حبوب مطحون، عندي شويه الكمون وشويه البابريكا وشويه الابزار. يعني هادو التوابل ممكن تضيفوا اي توابل نتوما بغيتو، بطبيعه الحال الزيت والملح، هادي ضروريه الملح. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نضيف هاد التوابل هادو. غادي نضيف قزبر ومعدنوس مقطعين ضروري، وغادي نضيف شويه الزيت، يعني غير اللي خلط لي هذوك التوابل مع ديك البطاطا، وبطبيعة الحال الملح. غادي نخلط هاد المكونات مزيان بيديا كما كتشوفوا حتى كتلبس هذيك البطاطا كلها بدوك التوابل. بعد غادي ناخذ واحد اللاطا اللي غادي ندخلها للفران، غادي نفرش ليها الورق ولا ممكن غير دهنوها بشويه الزيت وغادي تحطوا فيها البطاطا ديالكم كما كتشوفوا معايا. غادي نستف هذيك البطاطا كلها وغادي ندخلها الفران، يعني حتى كطيب مزيان من التحت، من بعد كنشعل عليها الفوق شويه كتحمر. بعد ما كطيب البطاطا كما كتشوفوا كتجي ناشفه البنات ومقرمشه وكتجي رائعه الصراحه، كتجي زوينه بزاف وصحيه 100%، وفيها واحد المذاق ديال دوك التوابل وديال داك الزعتر، صراحه مذاق رائع زوينه بزاف. كترافقوها مع اي صوص ويعني كتجي مع الحوت مع اي حاجه الصراحه، وممكن غير بوحدها كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف بزاف. انا بعدا معتمده عندي وكتعجبني بزاف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنساوش كما ديما تدعموني بلي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.